احمد اشرف عيسى، الدكتور المعالج للكابتن احمد رفعت، اهلا بيك. اهلا استاذ ايهاب، ازي حضرتك؟ هل حضرتك تقدر تشرح لنا كابتن احمد كان عنده ايه ورجع للحياة ازاي وراح مننا تاني ازاي؟ بص حضرتك، هو الكابتن رفعت يعني ربنا يرحمه، والمصاب جلل، وطبعا يعني لكن في الاخر هي اراده الله سبحانه وتعالى. حضرتك احمد رفعت لما وقع في الملعب في اول مره، حط على جهاز التنفس الصناعي، ما كانش حد عارف ايه السبب الواضح معلش نكتب اللي حصل. ستريبايت الدكتور اللي معانا لو سمحت. اتفضل. معلش ثانيه انا اسف. عفوا. اتفضل اتفضل. ايوه، فكان عنده جلطه في كان عنده جلطه في القلب، ايوه. وتبين ده طبعا بعد ما رجعنا القاهره. هل حضرتك توصلت الجلطة دي كان سببها ايه؟ بص حضرتك، هو رفعت الجلطة ديت في السن الصغير بتبقى نادرة الحدوث، بتبقى ولكن ايه؟ لما بتبقى نادرة في السن الصغير، في اه سن أقل من 35 اي بيبقى نادرة إن هو يحصل. اي ولكن رفعت كان أعتقد في أحد البرامج طلع واتكلم وقال إن هو كان بيتعرض لضغط شديد جدا اي في الفترة اللي هي قبيل الجلطة، على مدار 4 أو 5 أشهر فاتوا، وكان قبلها وبعدها بأسبوعين حصل الموضوع ده. يعني الزعل يسبب الجلطة. طبعا حضرتك عندنا ما يسمى متلازمة القلب المنكسر، تاخد بال حضرتك متلازمة القلب المنكسر دي ممكن تعمل لنا مشكلة. بعد ما رجع رفعت لي وعملنا له القسطرة وحالة الكلى استقرت وبدأ ياخد الأدوية بتاعته، هنا لازم نحط خط 100 خط تحت كلمة جلطة. طالما المريض عنده جلطه في القلب لازم ياخد فتره تسيب القلب، نشوف استجابه القلب ليه، ان انت رجعت الدم لمساره، تديله الادويه بتاعته السليمه، فانت بتسند القلب لغايه ما يبدا يرجع للطبيعه. أي وده اللي حصل، وكفاءه القلب عند احمد رفعت رجعت ما شاء الله وصلت ل 50%، كفاءه القلب الطبيعيه 55 ل 65%. طب ده هايل يعني. فكون ان رفعت نوصل ل 50% دي كان رقم ممتاز جدا. اه الحاجة الثانية، رفعت كان بعد ما يتم 45 يوم من عملية القسطرة كان هيتعمل له إعادة تقييم على مستوى كهربية القلب، على عضلة القلب، مراجعة الأدوية، وظائف الكلى، كل حاجة تقريبا، علشان ناخد قرار في الخطوة الجاية في إعادة التأهيل وإنه يرجع للمجهود البدني بتاعه. ايوه. ولكن طبعا إرادة الله كانت فوق كل شيء، واللي يضايق أكتر، أنت عارفة طبعا مفيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى طبعا لما بيريد يسترد ودعته ما ده اللي بيسترد. انا بقوله. اه لكن وخدي بال حضرتك في حاجات كتيرة قوي، أنا دايما الناس بتتكلم إيه الأسباب. حضرتك لغاية دلوقتي العلم كل يوم بيطلع فيه جديد، في نسبة من 1 لـ 3 4% انت خصوصا الناس اللي عندهم جلطه، ان هم ممكن يحصل لهم توقف مفاجئ في القلب في السنه الاولانيه من حدوث الجلطه. ده كام في المية بقى حدوثها دي؟ ما بقول لحضرتك من 1 لـ 3% في اه السنه ده الاولانيه. قليل. بس ممكن تحصل. الحاجه الثانيه، حضرتك انت في حاجات كتيره ما تعرفيهاش الاسباب ايه. انت علشان تعرفي بقى كل سبب واحد حصل له جلطه او ورجع لطبيعته بعد كده مات، لازم تعملي تشريح بقى لكل الناس اللي ماتت دي كلها. اه حضرتك قصدك يعني ان الكلى توقفت، مش عارفه ايه ده في حصل الاول، يعني. ده في الاول. لا انا قصدي اقول دلوقتي انك عشان تعرف كل الاسباب لازم تشرح كل لازم تشوف كل حاجه، تشوفي كل لازم حاجه تشوف بقى. ايه الاجهزه كلها حصل لها ايه عشان بالظبط كده، القلب بالظبط يتوقف. كده. وربنا يرحمه لكن ويتوفاه حضرتك ويرحمه. دلوقتي عشان تعرف السبب الحقيقي يعني المفروض ان هو كان قلبه كويس خلاص، اصل هو طلع في لقاء قال ان هو هيركب منظم ضربات قلب. لا هو ما قالش كده، هو قال انا بجار مراكب جهاز، ايوه الجهاز ده ده. احنا بنتابع مونيتورنج يعني بس. مونيتورنج اه بالظبط. اوكي. لكن اه احمد ما مش كان اه مش ما التاني لا ده. اه اولا ما كانش حالته تستدعي. احمد رفعت اتعرضت حالته في اكبر المؤتمرات مع اكبر ناس في العالم، اه وعشان هل يركب جهاز الاي سي دي، جهاز الصدمات الداخلي، اي الكل قال لا مش this is not the time، ده مش وقته خالص. خد بالك، لان في تحسن في كفاءه القلب، أي. تحسن في كهربيه القلب. يعني هو كان وصل قلبه انه بقى كويس بالظبط كده، بالظبط واللي حصل ده 1% انه يحصل او 2% انه يحصل، من 1 لـ 3% انه عشان بالظبط تعرض لجلطة سابقة فقعدت القلب تقف لوحدها.
بالظبط كده، ده اللي حصل اساسا. هل في الطب يعني، ده كلام طبعا يعني، لكن هل لو كان اتعمل كهرباء في ساعتها كانت ممكن يرجع القلب؟ خد بال حضرتك، هو لما وصل القلب، لما اخوه كلمني كان حاجه اسمها اسيستول، توقف كامل كامل. كامل. لا عشان ما حدش يحس بتأنيب ضمير، الام ما تحسش بتأنيب ضمير، اللي يقول لك لو كنا عملناه لو لحقناه. فالسؤال ده مهم بس. اخرج ولا اتكلم مع حد خالص في اي حاجه، ولكن لما بدات الاقي ان بقى في لغط، ان في اشاعات، ناس كتير عماله بسمع، كل واحد عمال يقول كلام. قلت انا عطل اخرج النهارده، هوضح الكلام ده للناس ومش هخرج تاني، لان المواضيع لا تتحمل. وبرضه طيب يعني مجمل كلام حضرتك زي ما انا فهمته، ان هو تعرض لجلطه في القلب واتعمل صدمات كهربائيه، رجع للحياه مره اخرى، اتعمل اللازم، وصلت كفاءه القلب لاكثر من 50%، ودي درجه كويسه جدا. واللي حصل ده كان من 1-3% احتماليه توقف القلب لو المريض تعرض لجلطه سابقه. ايوه بالظبط كده. وحضرتك ان هو اتعمل له قسطره واتفتح له قسطره. ايه، تشخيصيه يعني ولا قسطره ركب دعامات؟ علاجيه وركب دعامه. اوكي. يعني انا بشكر حضرتك جدا جدا، والفريق الطبي كله اللي قام بعلاج كابتن احمد رفعت، لانكم كنتوا على كفاءه عاليه جدا جدا، وقمتوا باللازم.